لو في الأهل الشعبية بترد الروح ومنزية يا حلاوة الأهل الشعبية. الأهل الشعبي مفيد لينا بيدم صلبنا ويقوينا. أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقة جديدة، وانا بحيي كل حبايبنا وكل مشاهدين 25. والنهارده هنعمل اكله حلوه قوي. طبعا النهارده الخميس ولازم ببشبش نفسي شويه، يعني يا لحمه يا فراخ يا سمك. والنهارده هنعمل حاجه حلوه قوي، هنعمل وراك فراخ بطريقه هتعجبكم جدا. هي مقاديرها سهله قوي. وراك فراخ بتجيبيها متوسطه مش كبيره قوي، وراك فراخ، فلفل اخضر سواء حامي او بارد، بقدونس، جزر مبشور، معلقة صلصة، زبادي، التوابل بتاعتها شوية قرفة، كمون، فلفل، بهارات، حبيتين حبهان بس، يعني حباية أو اتنين حبهان عشان تديك الريحة، والملح وشوية ثوم. دي بالنسبة لمقادير الفراخ. هنقولها تاني: فلفل رومي، بقدونس، جزر مبشور، زبادي، معلقة صلصة، معلقة ثوم، التوابل، فلفل، بهارات، قرفة، كمون، اتنين حبهان وملح. ده بالنسبة للوراك. هنعمل كمان معاها سلطة فلفل. سلطة فلفل بالمشوح بالثوم، وهنشوف طريقته ازاي، والطماطم. هنعمل ملوخية ناشفة. ملوخية ناشفة دي بقى ملوخية صعيدي مزروعة بايه بعد القصب. يعني ايه مزروعة بعد القصب؟ يعني بتبقى مسكرة وزي السكر. دي طبعا احنا عارفين ان في الشتاء ان الملوخية الخضراء بتبقى سوب ومش اوانها. الملوخية الخضراء عاوزة تاكليها ويبقى لها عرق وتبقى تمام فين؟ في الصيف. الشتاء بنعتمد على الملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة سهلة قوي، بس ليها مراحل. ليها مراحل. لازم لما تيجي تنشفيها تغسليها كويس، تقطفيها عادي خالص وتغسليها كويس وتصفيها، وبعد كده تبتدي تنشفيها مش على ورق جرايد عشان ما تاخدش من الحبر بتاع الجرايد. تفرشي ملاية كبيرة وتحطيها في حتة تكون ضل عشان لونها ما يسودش من الشمس، وتقلبيها زي ما بنشف النعناع بالظبط. تبتدي تقلبيها كل يوم، كل ما تبتدي تنشف من جنب تقلبيها على الجنب التاني عشان كلها تنشف ويكون في مكان ضل عشان الشمس ما تسودهاش. امتى نحطها في الشمس؟ لما تحس ان هي نشفت تماما، اديها ساعة او ساعتين في الشمس تشد عشان لما تتحط فوق بعضها ما ترجعش تطرى وتعفن. ده بالنسبة لتنشيف الملوخية. ليها مراحل دلوقتي لما نيجي نعملها، مش هنجيبها كده نحطها، ده لسه عاوزة تتحط في المنخل السلك وفي المنخل الناعم، وهنشوف طريقتها برضو ازاي. هنعمل معانا شوية رز بالكاري. هنعمل الحلو بتاعنا أم علي عشان حبايبنا بتوع السعودية اللي طلبوه الحلقة اللي فاتت، وشاشة 25 وعدت ان الحلقات دي هنعمل أم علي. أم علي ليها كذا طريقة، أو بمعنى صح ليها ثلاثة. ممكن تعمليها بالملفي اللي هو بتجيلك علبة جاهزة وانت بتعمليها. ممكن تعمليها بالرقاق بتاعنا، الرقاق البلدي اللي هو ده، بس بتعمليه في حاجه هو بيبقى ابيض شويه عن كده، بتدخليه الفرن يحمر سنه صغيره عشان ما يبقاش طري، عشان لما ينزل عليه اللبن والسكر ما يشربش ويبقى معجن. بتحطيه يحمر شويه كده في الفرن، المهم ان هو ما يبقاش محروق. وممكن تعملي بيه ليه طريقه ثالثه. ممكن تجيب الجلاش وتقطعيه وتفرفطيه كده في صينيه وتسيبيه ينشف، وبعد ما ينشف تحمريه في سمنه لما لونه يحمر وتعملي بيه ام علي. بس الطريقه دي هتبقى صعبة شوية، هتبقى تقيلة لأنك محمرة الجلاش في سمنة. فإحنا ليها كذا طريقة على حسب إمكانياتك تعمليها بيه. هنشوف دلوقتي هنعمل الفراخ إزاي. أول حاجة عشان تلحق تخش معانا الفرن وتستوي، الفراخ هتجيب الوراك زي ما قلت متوسطة أهي. الخلطة دي حلوة قوي قوي، بتطلع الفراخ ملهاش حل. الورك بيتفتح زي ما أنا فتحه كده، بصي أهو. انا هفتح لكم واحد عشان تشوفيه، عشان هنحشيه بالخلطه. ممكن تحشيه خضار، ممكن تحشيه اي خلطه تحبيها، تحشيه رز، تحشيه اي حاجه تحبيها. بصي بيبقى مفتوح ازاي اهو، ايدك تخش فيه اهي من جوه، بيبقى مفتوح زي الساندوتش. هفتح لكم واحد عشان تشوفي بيتفتح ازاي، وهنحشيه ازاي، ونعمله ازاي. هو سهل قوي اهو. هتجيبيه زي اهو، ده المقفول اهو، ده المقفول.
هتنزلي عليه سهل جدا، يا اما من هنا يا اما من هنا على حسب ما تحبي، بس من هنا احسن، هيتفتح معاكي عشان لما تيجي تحشيه وتقفليه كده يبقى مقفول معاكي. اهو هتيجي كده اهو، لو عندك بقى سكينة صغيرة هتبقى أحسن، نجيب سكينة صغيرة أحسن من الكبيرة عشان نتملك فيه أكتر، السكاكين الصغيرة عامة هتمسك فيه أكتر من كده. كان عندي سكينة صغيرة، السكينة الصغيرة راحت فين يا جماعة؟ علينا، الاحسن ان انت هتعملي الفراخ المتوسطه، بصي بتفتحي ازاي، لازم ايدك وما تخليش ايدك، لو عندك سكينه صغيره هيبقى احسن عشان ايديك ما تسرحش للاخر تلاقي السكينه نفدت من الناحيه التانية، لازم تبقي متملكه في الورك كده وتفتحيه زي السندوتش بالظبط، وانت بتحطي السكينه هتقبلك العضمية بتاعه الورك من هنا، حاولي تفاديها، يا تبقي تفتحي من وراها يا من قدامها، يا تفتحي من وراها يا من قدامها، اهم حاجه ان هو السكينه ما تغرسش للاخر، تفتحيها زي السندوتش كده اهي. اهي. بصي بتبقى مفتوحه بالطريقه دي، ايديكي كده تتحطي فيها، عامله زي السندوتش. ممكن تحشيها خضار، تحشيها اي حاجة تحبيها، اهم حاجة ان انت تتملكي فيها واستعملي سكينة صغيرة عن بتاعتي دي عشان خاطر ايديك ما تسرحش جواها، انا طبعا لازم يبقى كده مقفول، لو انا اتحكمت في السكينة الكبيرة، لو انت عملتها في سكينة كبيرة ممكن تنفد من هنا تلاقي ده نفد على ده، بصي دي مقفولة ازاي رغم ان احنا فتحنا، وتحطي بصي انا حاطة ايديا كلها اهي، معظم ايدي جوه زي السندوتش بالظبط اهي، تبقى مفتوحة كده وتبتدي بقى تحشي فيها اللي نفسك فيه. خلطتها سهلة قوي، بسيطة وسهلة جدا، بس هتطلع حلوة قوي هتعجبكم، وبعدين هتحسي بقى اللي انت قادرة تفرقي بينها مشوية، حاجة كده هتعجبكم، يا رب تعجبكم. بس هنحط البقدونس، هنحط معلقة ثوم، هنحط شويه جزر مبشورين، هنحط بقدونس، هنحط ثوم، هنحط جزر مبشور، هنحط معلقه صلصه، هنحط ملح، ملح، هنحط بهارات، هنحط فلفل اسمر، هنحط كمون، هنحط سنه قرفه، هنحط حبيتين حبهان بس الملح اهو، هنحط ليمون، لو حطيتي طماطم مش هتديكي اللون بتاع الفراخ، لازم تحطي معلقه صلصه مش كتير، هتعصري ليمونه، الليمون ده هيخلي لها طعم حلو جدا. هنقول تاني الخلطه، هتحطي بقدونس، هتحطي جزر مبشور، هتحطي ثوم، هتحطي معلقه صلصه، هتحطي ملح، فلفل، كمون، بهارات، حبه واحده حبهان، نص معلقه قرفه، كل ده على بعضه، وهنضيف عليه كوبايه زبادي، هندعكهم في بعض دعكة محترمة، قلبيهم في بعض كويس قوي، لازم تدعكيهم في بعض دعكة محترمة. لو انت حابة تضيفي عليها خضار سوتيه يكون مستوي، بسلة، تحطي اي حاجة من الحاجات المفيدة، طبعا احنا عارفين ان الجزر مفيد والخضرة مفيدة،
اهم حاجه بقى هتقولوا لي ايه فايده الزبادي مع الخلطه دي؟ اولا الزبادي مش هيخليها تنشف لان احنا هندخلها الفرن، وهيديها طعم لما تخش الفرن وتتشوح زي طعم المشوي، هتديها طعم حلو قوي. في ناس ممكن تحط معلقه مايونيز او تحط حاجات من الحاجات العاليه دي، بس احنا نقول الزبادي احسن. اهي المخرج، المخرج عاوز يعمل الخلطه دي. حاضر يا استاذ احمد، هقول لك الخلطه تاني عشان تعملها. هتجيبي زي ما قلت الفراخ بتبقي فتحها سندوتش كده اهي، بصي عمقها. اهم حاجه اتعاملي بسكينه صغيره عشان ما تنفتش منك الناحيه التانيه وتبقى مفتوحه زي السندوتش بالشكل ده. هتحشيها بقى كده، دكي فيها في الجناب وجوه للاخر اهي. بصي صوابعي داخله لحد فين، يعني معنى كده ان هي مليانه اهي. هتشيل كتير قوي، لو حطيت خضار هتلاقيها برضو شايله كتير قوي. حطي في كل الفتحات اللي انت فتحتيها دي على ما قد ما تقدري مليها. اهو بصوا الفتحه عامله ازاي. ايه يا استاذه ايناس؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازيك يا ست غالية؟ الحمد لله احنا بخير. عاملة ايه؟ تمام، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ازاي بناتك؟ الحمد لله كلنا بخير. كويسين؟ الحمد لله. انت نورتينا في بورسعيد. ده منورة باهلها. والله بجد نورتينا. ان شاء الله تسلمي. انت زي العسل اصلا. الله يخليكي. شفتي الفراخ اللي احنا بنعملها النهاردة دي؟ اه، انت كل اكلاتك احنا بنحبها والله بجد. اهم حاجة بس ان انت الخلطة اللي تفيد دي هتتحط فوق الوش، بس هنضيف لها فلفل في الاخر. اه. ما هو انت الاكل اللي انت بتعمليه احنا بناكله. اه، ما احنا اكلنا هنجيب اكل من بره. اه، يلا ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك، انت منورانا. وازاي ست فيفي عامله ايه؟ الحمد لله بخير. استاذه عصمت؟ الحمد لله كلهم بخير، وانا بمس على مدام فيفي وبقول لها فين صوتك وضحكتك يا قمر. وازاي توت عامله ايه؟ الحمد لله كلنا بخير يا ست الكل. انت اخبارك ايه واخبار بورسعيد ايه؟ الحمد لله والله، ده كانت منوره بك والله بجد. ده منوره باهلها. بس احنا بقى، انا كنت بقى من بور فؤاد فما عرفتش بقى اجيلك. اه معلش بقى، يلا انا حظي وحش. والله حبايبنا ناس كتير قوي جات لنا وناس كتير قوي رحبت بينا وانا بشكرهم كلهم. الله يخليكي. ان شاء الله تسلمي. هي بورسعيد نورت بيكي والله. الله يخليكي يا ست الكل، شرفتينا. الله يخليكي. مع الف سلامه يا ست الكل. الله يخليكي. مع السلامه. متشكره قوي. مع الف سلامه. طبعا الخلطه هيفيد معاكي شويه خلطه، ده لازم تخلي شويه خلطه يفيدوا. هتضيفي عليهم فلفل حسب ما تحبي، عاوزه فلفل حراق، عاوزه فلفل بارد، حسب ما تحبي. هتروحي واخداهم وتروحي حاطه فوق الوش كده، لازم تغطي كده. طبعا هي محشيه من جوه بس لازم تبقى متبله برده من بره. اولا الفلفل ما ينفعش يخش في الحشو جوه لان هيبقى كبير وهيخليها مفتوحه، الا بقى لو انت عملتيه رفيع جدا زي ما هتعملي الخضار السوتيه، لكن كده بيديها شكل ومنظر وكمان بيبقى طعمه حلو. سهله قوي قوي قوي. هنحطها على النار من فوق لحد ما تستوي. لازم تستوي كويس قوي قبل ما تخش الفرن، لان هتخش الفرن مش هتستحمل معاكي 10 دقائق بالظبط وهتبتدي تطلعيها، يعني وشها يكون احمر. من فوق هتبقي مطمنه ان هي استوت وبقت تمام وما بقاش فيها اي حاجه، وحاجه سهله قوي تعمليها بسرعه وبكل سهوله. اهي اهم حاجه ان انت هتولعي تكوني موطيه عشان هي تنزل ميتها. هنسيبها تتغطى وهنيجي بقى للملوخيه. هنشوف الملوخيه دي المراحل بتاعتها ازاي. الملوخيه زي ما انتم شايفين بتبقى كده، طبعا لما بتتنشف انت بتمسكيها تفركيها. انا بقى بعملها بالمنخل لسبب هقول لكم عليه، بس استنوا اجيب الاول المناخل. ده منخل سلك، ده منخل سلك وده منخل ناعم. اول حاجه هنعملها ان انت هتجيبي مثلا صينيه او اي حاجه تفركيها عليها. هنمسكها الاول نفركها كده. طبعا انت ما بتبقي منشفاها بتبقي منشفاها ورق، فطبعا لازم تتفرك عشان القش وعشان تبقى مفروكه كويس
اهي دي بتبقى حلوة قوي قوي وبتبقى مفيدة جدا. وفي ناس بتضيف عليها في الطبخ سلق او كزبرة خضراء عشان تديها لون، بس هي بطبيعتها كمان بتبقى حلوة. بعد ما بتفركيها كده بتروحي جايبة المنخل الناعم، المنخل الناعم عشان بقى طبعا انت لما بتبقي فرداها بتنشف، بتلمي شوية التراب، بتتطرب شوية، لازم تنزلي منها الترابة بتاعتها. اهي لازم، بصي دي كده تبقى ضامنه ان ممكن يكون فيها ترابه. ليه؟ طبعا بالطبيعه احنا الطبيعه بتاعتنا ممكن يكون تلم تراب وانت بتنشفيها، يجي عليها شويه تراب، تبقى ضامنه ان ما فيهاش تراب. اهي تنزلي بقى منها التراب الناعم ده كده عشان تبقى ضامنه ان هي تمام. بعد كده بتروحي مرجعاها بقى في المنخل السلك وفركاها عشان لو في قشايه، عود زياده، حته فيها قش، كل ده ينزل وتبقى الملوخيه عندك تمام. هنردها في المنخل السلك. منخل السلك بقى تفضلي كده، ده اسمه تكرمي الملوخيه، يعني يقول لك ايه انا عاوزه ملوخيه مكرمه، يعني جاهزه على الطبيخ. بس ما تتكيش قوي عشان ما تضغطيش القشايه ولا الحصوايه ولا اي حاجه تنزل منه، خلي ايدك حنينه وتنزل كده بالراحه كده بحيث ان تنزل لك الورقه بس. طبعا مش كل المحلات ولا اي لازم بيديها لك بقشها بشكلها ده، مفيش حد ابدا بيديها لك جاهزه يعني متكرمه جاهزه على الطبيخ، الا اذا كنت انت هتجيبيها من سوبر ماركت مثلا متغلفه او حاجه. الاقصر واسوان والصعايده عندهم برضو ملوخيه جميله قوي، بتبقى احسن ملوخيه بيزرعوها ورا القصب، يعني بعد ما يجمعوا القصب يزرعوا ملوخيه، يقول لك عشان الملوخيه تمس حلاوه القصب اللي في الارض. واللي نازل بقى الاقصر واسوان يجيبها وهو مغمض ما فيهاش مشاكل. بصوا بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها القش وبيطلع منها الزياده، يطلع منها مثلا طوبايه مش واخده بالك منها وانت فرشها تتعمل، بيطلع منها كل القش والحاجات دي، ما تبقاش عايمه منك على وش الملوخيه، لازم تطبخي الملوخيه تبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصوا بعد ما طلعنا القش منها وكل ده، فلو جبتيها من اي عطار او من اي حته لازم تعملي المرحلتين دول، لان مستحيله حد هيديها لك بالطريقه دي غير اذا كنت تجيبيها جاهزه على الطبيخ من اي سوبر ماركت بقى. المناخل دي موجوده كتير قوي، بتلاقيها في اي سوق، سوق الامام، سوق القلعه، الاسواق الشعبيه، سوق التلات، هتلاقيها كتير قوي. بصي بقى بعد ما بتطلعيها بيبقى شكلها عامل ازاي، اهي زي الفل وبتبقي ضمناها لا تراب ولا حصو ولا قش ولا اي حاجه. ادي الملوخيه اهي، بعد ما بتعملي المرحله دي على طول بقى بتكون انت حطي مقدار الشوربه الاول قليل، حطي مقدار الشوربه الاول قليل. ليه؟ عشان ما تطلعش تحطي شوربه وترجعي تحطي الملوخيه تلاقيها خفيفه. حطي مقدار شوربه قليل، دوبي فيه الملوخيه، وبعد كده لو حبيتي تزودي هيبقى في ايديكي، لو زودتي يبقى التزويد في ايديكي، احسن ما تحطي كتير ويرجع تبقى منك طريه وخفيفه. هيا دكتوره مريم. السلام عليكم. ازيك يا دكتوره مريم، عامله ايه؟ الحمد لله. عملت لك الفول الحلقه اللي فاتت. والله صح. عملته 5 انواع يا دكتوره. والله ده شفته. اخبار حضرتك ايه؟ بس انت الاعاده يعني انتوا غيرتوا يعني وقت الاعاده؟ لا احنا زي ما احنا، الاعاده بتوقيت القاهره الساعه 12 بالليل وتاني يوم الصبح الساعه 10. شوفي بقى فرق التوقيت عندك ايه. ساعتين يمكن، ساعتين ما اعرفش، يمكن ساعتين. اوكي اوكي حبيبتي، يعني احنا بكلمك عشان الملوخيه ما عندناش، احنا هذه انا كنت فاكراها بشكل ثاني.
دي ملوخيه اول مره بشوفها. لا بص حضرتك يا دكتوره مريم، دي ملوخيه ناشفه. انت عارفه الملوخيه العاديه الفريش اللي بتبقى ورق الخضرة؟ لا ما عرفهاش. يعني ما عندكوش ملوخيه خالص يعني؟ يعني احنا بنقول الملوخيه النوع الثاني يعني المجففه مورة. اللي في اكياس اللي في الاكياس مو ورق يعني مو ورق. طب هو ما علينا، هي عندنا في مصر بتطلع زهره كده بورق وليها عود إيه؟ فاحنا في اوانها عشان تاكل ملوخيه كويسه بالنسبه عندنا هنا في مصر بتبقى في الصيف. في الشتاء بنستعمل الملوخيه الناشفه اللي هي نفس الملوخيه بس بنقطفها ونغسلها وننشفها، وبعد ما تنشف توصل للمرحله اللي حضرتك شايفاها دي. ايه يعني ما عندكمش يعني خض يعني فريش اشوفها؟ ما عندكش؟ لا للاسف ما عنديش عود. بالحلقه الجايه اجيب لك عودين ثلاثه من الملوخيه الخضراء السوا بوريها لك. ايه عشان اشوف هي عندنا ولا ما عندناش. حاضر عينينا يا دكتوره مريم. لاني عمري ما دقتها لا هي ولا الفول المدمس. عملت الحلقه اللي فاتت بكل انواع يا دكتوره. إيه لا والله ما شفته والله خساره. اجيب لك المخلل حد عندك يا دكتوره. اتفضلي. انت طيبه كتير والله. الله يخليك يا دكتوره. اخبار حضرتك ايه؟ ميرسي. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الان يعني انا مزيانه. الحمد لله ربنا يديك الصحة. شوفي بقى انا هعمل الملوخية ازاي يا دكتورة. انا بشوفها انا يعني متابعها الان. انا دي شوربة لحمة. عشان اتعلم. دي شوربة لحمة او فراخ. شوربة لحمة او فراخ. بتحط الشوربة وبعد ما عملنا الملوخية في المراحل دي هنبتدي نحط فيها الشوربة. نحط فيها الملوخية. ايه في الشوربه يعني يعني بتخلطوها مع الشوربه؟ بالظبط. هتبقى دلوقتي بعد ما تخلص هتلاقيها لونها اخضر وجميله وطعمها زي السكر. الله. يعني ما تسهيليش. وانت زي السكر وجميله وحلوه يا دكتوره مريم. والله لازم ازوركم في مصر واكل ملوخيه واكل فول مدمس واكل كل شيء. تعالي انت بس وسيبي الباقي على الله. والله برك شكرا كثير. الله يخليك يا دكتوره شرفتينا. سلمي على الكل. عينينا يا دكتوره. يعني كل المشرفين على البرنامج وكل الناس. الله يخليك يا دكتوره شرفتينا يا دكتوره مريم. سلامة حبيبتي. مع الف سلامة حبيبتي. طبعا بتجيبي شوربه الفراخ شوربه بط اي شوربه عندك بتروحي منزله فيها الملوخيه بالطريقه دي وتربيها كويس عشان تقدري تتحكمي في السمك بتاعها. الملوخية الناشفة حرصي ما تخليهاش خفيفة. في ناس بتحب تحط عليها سلق وفي ناس بتحب تحط عليها كزبرة خضرة عشان تزود لونها. بس احنا النهاردة عملناها من غير ده ومن غير ده عشان الاختيارات ليك. وفي ناس بتحبها كده زي ما هي فانا بديك الاختيارات حسب ما تحبي. حرصي بس ما تبقاش منك خفيفة. ابدأي الاول بشوية شوربة صغيرين رب فيهم الملوخية بالشكل ده اهي. بصي ليها عرق عشان ما تطلع منك خفيفة ما تلاقيها سقطت. لازم يبقى لها وانتي بتربيها ليها عرق كده ما تبقاش قطعة اهي. بصي كده اهي عشان بس ما في ستات تقولك الملوخية الناشفة طلعت سقطة. وهنحطها على النار هتاخد غلوة نكون محضرين التوم ونطشها بس. بتبقى سهلة قوي وجميلة. ايوه يا هاجر. ايوه ازيك يا ست غالية؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ عاملة ايه؟ تمام والله العظيم منورة الشاشة. ده منورة بيكي وبصوتك يا قمر. ربنا يخليك. وكنت منورة بورسعيد. ده كانت منورة باهلها. بجد والله. على فكرة انا من دمياط يعني كنت قريبة من بورسعيد. هنجيلكوا دمياط ان شاء الله. بجد؟ ان شاء الله. والله العظيم منوره بجد انا ما شفت ازيك والله العظيم. الله يخليك يا ست. لا في زيك كتير. المفروض يعملوكي وزاره الاقتصاد. لا مصر كلها زيي. مصر كلها. والله العظيم يعني كل اكلاتك بتعملها كل اسره يعني بجد في مصر يعني المفروض يعني الحاجات اللي انت بتعمليها متماثله الايد. انت شفتي احنا عملنا فيلم اسمه كرسي عن دمياط. وكشري الدمياطي برضه. شفتيه كشري الدمياطي؟ ايوه انا بتابع كل حلقاتك. عرفت اعمله زيكم ولا لا؟ ايه؟ عرفت اعمله زيكم ولا لا؟ لا واحلى كمان. الله يخليكي. انت اخبارك ايه؟ انت كويس واخبار ولادك ايه؟ الحمد لله كلنا بخير وبنحمد ربنا. واخبار عمرو واخبار عبده؟
لا الحمد لله كلهم بخير. والحاجة عصمت؟ الحاجة عصمت ده يعني جه النهار يعني جه من الاثنين وبسم الله ما شاء الله الناس كلها راح تزوره. وانا والله لو انا قريبة منه والله كنت رحت استقبلته. انا هروح له بالنيابة عنك. والشيخ عبد الله. شيخ عبد الله الحمد لله ربنا شفاه وبقى تمام. عليه. ان شاء الله تسلمي. بقول لحضرتك انا عايزه بس اعرف يعني وصفات الكيكه لان انا لما بتيجي بعملها ما بتبقاش مملوكه مني. ازاي ما بتبقاش مملوكه؟ بتهبط؟ ما اعرفش لاما بتبقى كيكه سفنجيه لاما تبقى ما اعرفش يعني اجي ابص الاقيها غير الكيكه خالص شكلها. الحلقه الجايه هعمل لكم كيكه بالبرتقال واقول لك مقادير الكيكه بالظبط. خلاص يا ست غاليه. ماشي يا ست الكل. مع الف سلامه. مع السلامه حبيبتي. طبعا الملوخيه انا قلت تحرسي لازم تبقى متوسطه وفي ناس حسب مزاجها في ناس تحبها خفيفه قوي في ناس تحبها بس هو الاحسن بالذات في الملوخيه الناشفه ان انت تبقى معاكي ممسوكه يعني بصي اهي تبقاش خفيفه تبقاش بالنسبه لك ميه اهي ويبقى لها عرق كده عشان ما تسقطش منك. طبعا هتحطي حته سمنه هتحطي الثوم ومعاه الكزبره الناشفه زي ما احنا عاملين كده دي طشت بقى الملوخية يبقى لها بقى شهقة الملوخية. تعملي لها بقى ايه طشت الملوخية كده تلاقي ريحتها بسم الله ما شاء الله طالعة جايبة اخر الشارع. الفراخ طبعا اهي بدات تغلي وريحتها طلعت. اوعي تحط لها ميه وطي عليها هي هتنزل ميتها وميه الخلطه بتاعتها وهتستوي في الصوص بتاعها كويس وهتبقى تمام قوي. اما تدخلها الفرن هتطلع منك زي الورد. يعني الأستاذ محمد بيكتب لي على الفيسبوك وبيقول لي حاولي تغيري لغتك لأن دي مش لغة برامج تلفزيون. والله يا أستاذ محمد محدش يقدر يغير لغته. السعيدي بيفضل طول عمره سعيدي يتكلم حتى لو وصل بقى رئيس جمهورية بيفضل برضو يتكلم اللغة السعودية بتاعته والفلاح بيبقى برضو بيتكلم اللغة بتاعته. وأنا ست شعبية وعلى باب الله عمري ما هعرف أغير لغتي بس إحنا يعني إيه بنبقى مؤدبين ملتزمين بالادب وبالاخلاق وحب الناس واللفظ اللي بيطلع مننا. وبعدين 90% من الشعب المصري حتى شباب الجامعه دلوقتي على ما اسمع يقول احنا بنفتكس كلام يعني بيقولوا زي الناس الشعبيين برضو. الملوخيه ما تسيبهاش تغلي قوي يعني هي اول ما هتغلي غلوتين كده. وعلى فكره الملوخيه كل ما تغلي تديكي عرق ليه بقى بيكون خلاص بقى بدات تغلي وتاخد وتدي مع نفسها ما تسيبهاش تغلي كتير لا تسقط. هي غلوه واحده بس عشان دي طبعا كلها ورق سواء خضرة او ناشفة ورق ما بتاخدش وقت. اهم حاجة ان انت تعملي لها فص الثوم زي انا ما عملته كده لازم يبقى لونه ذهبي عشان ريحته تبقى مفحفحة وتحطي معاه الكزبرة الناشفة. يعني كمان احمد محمد بيقول لي يا ست غاليه طلعي بقى الفلوس بتاعت البرنامج اللي انت محوشاها وجيبي عربيه والنبي يا اخويا يسمع منك ربنا وحد يقول لي الخير. لا اول ما بتبتدي التومه تبقى بالشكل ده بالشكل ده ما تتحرقش منك ويبقى لونها كده ذهبي وحلوه وتكون الملوخيه غليت كده هتدفع الملوخيه هتحضري الغطا في ايديكي هتنزلي طشه الملوخيه. الله عليكي اقفلي كده ملهاش حل ريحتها ملهاش حل حلوه جدا جدا. خليها بس مكتومه عشان الريحه ما تروحش. يا رندا ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه تمام؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير ان شاء الله. منورة الشاشة. ايه؟ منورة الشاشة. ده منورة بيكي يا قمر. تعرفي تغني اغنية لمصر كده حلوة؟ نعم كيفك؟
لا ما تتكسفيش، لازم تغني. أغني اي حاجه كده، اي حاجه انت حافظاها. أغني يا حلاوة الأكلة الشعبية. غني يا حلاوة الأكلة الشعبية. يا حلاوة الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية. الله يخليك. أنت منورة يا قمر. نوري. أخبارك إيه؟ تمام؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير. الحمد لله. شرفتينا يا قمر. الله يخليك. مع ألف سلامة حبيبتي. مع السلامة. هنعمل بقى الرز اللي بالكاري. هنطلع فاصل ونرجع نعمل الرز اللي بالكاري عشان نشوفه. حلقة جديدة من برنامج هاشتاج. عدد اللي شاهدوه وصل تقريبا لنص مليون، وده عدد كبير جدا. المظاهرات والإضراب دي طرق شرعية سلمية لا تدعو إلى التخريب. حب في زمن الأنابيب. أدفع حياتي حتى تقول رأيك بحرية. كاريكاتير طلع عنه. تغطية السوشيال ميديا للرياضة. أتألم حين لا يعرف الناس اسمي، فهذا لا يحدث مع دروبا أو تورو. يسقط مرمى مونوي. اسمه بانديتا، وبعدين دلوقتي اكتشفوا إنه جريجي أصلاً. هاشتاج خليكم معانا. رجعنا تاني عشان نعمل الرز. الرز طبعا بتحطي مقدار مية بالزبط على قد الرز، برضو عشان ما تتلخفنيش ويطلع منك برضو ميته زيادة. حطي برضو بدأ بشوية صغيرين، ما فيش مانع لو لقيتي ان المية مش مكفية تزودي، احسن ما تحطي كتير وبعد كده ما تقدريش تتصرفي. هنولع عليهم. طبعا الكاري اللي هو في كذا نوع كاري، يعني في كاري بيتحط للسمك، في كاري تاني متبل بيتحط للفراخ. ده الكركم العادي بتاعنا اللي احنا بنحطه للفايش، اللي بنضيفه مثلا على بيض، على عجه، العادي خالص. بتحطي معاه نص معلقه على حسب ما يلون معاك الميه. هو مفيد كمان جدا قوي وحلو، وكمان مغذي، ولونه لون طبيعي. ده حاجه طبيعيه، حاجة مش ألوان صناعية بتأذيكي، ده حاجة طبيعية. هتحطي يعني مثلا ده نص كيلو رز، هنحط له مثلا نص معلقة كاري بس من المعلقة الكبيرة. لازم ما تحطيهوش على الرز، تحطيه مع المية ويغلي معاها عشان يفك، لأنه عامل زي النشا. لو حطيتيه مباشرة على أي حاجة هيكلكع. لازم تحطيه مع المية عشان يغلي معاها ويخرط ويديك اللون اللي انت عاوزاه. عبال بقى ما المية تغلي هنشوف الأستاذ محمد فودة. السلام عليكم. ازيك يا أستاذ محمد؟ ازيك يا ست غالية؟ عامل ايه؟ ازاي صحتك؟ ربنا يخليك ويديك الصحة. الله يكرمك. منورة الشاشة ومنورة جمهورية مصر العربية. ان شاء الله تسلم. الله يخليك. الاخ اللي بيقول لي غير لغتك، ده هي دي اللغه اللي احنا عايزينها وتربينا عليها، وبلغتك وبشكلك ونظام مطبخك هو ده المطلوب. والله احنا برضو بنحاول نحسن ونغير يا استاذ محمد. لا ما نغيرش، نغير ليه؟ هو دي طبيعتنا. البرنامج ده برنامج شعبي غذائي اجتماعي اقتصادي سياسي. يمكن هو عاوز يغير للاحسن، نحاول برضه عشان جايز وجهه نظر. مش محتاجه تغيير ولا محتاجه بتاع. الله يخليك. وسلمي لي على الناس كلهم حبايبنا. الشيخ عبد الله ربنا يديله الصحه وحبايبنا بالسلامه، والشيخ محمد مبارك، والاستاذ محمد الشام، والاستاذ عصمت، والاستاذ محمد مصطفى، وابو عمرو، حاج مرسي، وبقيت الناس عشان ما ننساش حد بقى. كل الناس حبايبنا وكل الناس احنا بنحبها. انا لو مسؤول في مصر يا ست غاليه، ايوه، همنحك اعلى وسام في الدوله. لا ده كتير عليا، انا كفايه قوي. لا لا لا. الله الوسام بتاعي هو حبكم من الطبقه الاولى. الله يخليك. انا وسامي حبكم وحب الناس اللي شفتها، ودايما بقول يا رب مصر عمار، والناس كلها لازم تحبوا بعض. ربنا يخليك. شرفتنا يا استاذ محمد. ربنا يخليك. السلام عليكم. مع الف سلام.
ده الطواجن دي هنعمل فيها ام علي. اهم حاجه دلوقتي قبل ما ندخل الصينيه الفرن، طبعا انتوا عارفين الفراخ ما بتتحملش، بالذات لو جبتي الوراك متوسطه ما تجيبهاش كبيره عشان ما تاخدش منك سوا وتحتاجي تحطي الميه وتقعدي تحطي لها في ميه، جيبيها متوسطه تستوي معاكي بسرعه. وهقول لك تعرفي ان هي استوت ازاي. بصي قبل ما ندخلها الفرن هيبقى ده شكلها، طبعا بتنزل من غير سمنه، هي فيها سمنتها وفيها كل حاجة، احنا محطلناهاش اي سمنة. هتلاقي اللحم بيفصل عن العظم شوية، اللحم فصل عن العظم شوية، تعرفي ان هي استوت. طب طبيعة الفراخ اللي في السوق ما بتاخدش سوا، بالذات لو كانت زي ما قلت بتبقى متوسطة. بالشكل ده هتدخليها الفرن، خلاص كده هي شربت ميتها وبدأت خلاص تستوي، هتخش الفرن تكمل بقية سواها وتاخد اللون بتاعها. أم علي بقى، أم علي أهم حاجة فيها حاجتين، أنا قلت من الأول ده اللبن، اللبن بتاعها ما يكونش سخن بيغلي عشان ما ينزلش عليها يلكمها بالبلدي بقى، يعني ينزل يعجن سواء الرقاق أو سواء الملفية أو سواء الجلاش، ممكن ينزل لو هو سخن قوي بيغلي هينزل عليه يعجنه، لازم يكون فطر يعني زي دمعة العين كده، زي ما بنعمله للزبادي، زي ما بنشربه، يكون دافي بس ما يكونش سخن. هنحليه بالسكر، معانا رندا حلفتني وقالت لي زي ما وصيتي على الحموات توصي الحموات على جزء يعني على خطيبة بنتها، يعني خطيبة بنتها في خصوصا في فترة الخطوبة بقى، يعني انت بنتك مخطوبة خطيب بنتك جه، طب انت يعني البنت عاوزة توصل ان انت يا ماما توصي بيه ما تضايقهوش، قولي له يا ماما كلمة حلوة مش من اولها يعني وما تتقلوش عليه وما تطلبيش منه حاجات كتير، بالذات ان ظروف الشباب صعبة واحنا لازم ناخد وندي مع بعض وتبقى العملية حلوة. دلوقتي بقى كل ما حد يروح لعروسه تقول له عاوزه وعاوزه 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 وعاوزه، الشباب تعبانه واحنا بنقول يا رب زقه قدام، فاحنا لازم نتكاتف كده ونحط ايدينا في ايدين بعض ونمشي الجوازه، يعني مش هنبوظ الطبخه على شويه ملح. وبعدين كل ما يجي لكم نسب، ده النسب عصب، النسب عصب. وبعدين بنثبت بقى ان انا كمان بعمل نبل، يقول لك ايه النسب زي اللبن لو اتغبر يبقى ما ينفعش، يعني بمعناها لو حصل زعل ولا حصل اي حاجة ما ينفعش النسب، فاحنا لازم نبقى كلنا العملية ماشية معنا حلو. وبعدين النسب ده قطرة عزوة، يعني انت لما تناسبي ناس تلاقيهم كتروكي وعيلتك زادت وتفكر ان عيلتك زادت ودخلك ناس جديدة ونسب جديد، فالعملية عاوزة حب عشان نقدر ان احنا نحب بعض والعملية تمشي. وبعدين المثل بيقول لو ما كانش ليك اهل ناس. احنا حلينا اللبن وسبناه يدفى شوية، هنشوف الرز أو غلي، لازم يغلي كده معاه وياخد المية تاخد اللون ده، المية لازم تاخد اللون ده، اللون الأصفر الداكن ده، لو حطيتي الكركم على طول عليه هيكلكع وعمره ما هيبقى كده، لازم يغلي مع المية عشان يديك اللون. هننزل بالرز زي ما قلت، ابدأي بحبة مية صغيرين عشان في الآخر لو طلعت المية كتير ما تحتسيش، لو طلعت قليلة في ايديك تزودي. هنشوف بقى الميه يا دوبك جايه بالظبط، هنحط له شويه زيت والملح بتاعه بس. ازيك يا ام طارق؟ الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ست غاليه؟ الحمد لله بخير، ازاي حضرتك وازاي الارض الطاهره؟ والله الحمد لله وكلها تحبك الحياه. الله يخليك يا ست الكل. انت اسمك الست غاليه الغاليه، الله يكرمك. ده كل يا حياتي، انا بحبك والله، وانت ست طيبه وتذكريني دايما بالمصريين الطيبين، المدرسات والناس الجدعان قوي. الله يخليك، سمعتيني لما اتكلمت عن النسب وقلت ان النسب ده عصب ايوه انت ايه رايك؟
لا معاكي حق بكل اللي تقوليه. معاكي حق. انت بقى بتعملي ايه في نسايبك بقى؟ احنا عايشين كلنا مع بعض كده يعني، وبيت واحد وحموات ونسايب ما شاء الله يعني. لا زال ايوه لا زال في يعني الروح اللي تجمعنا. اهو انت كده بقى تبقي الاصيله. يا حياتي الاصل فيك يا عمري. انا برد على اللي بقول لك يعني من شوية بتقولي محمد قال غيري كلامك. انا بقوله يروح يتفرج على قنوات يعني كتير، في قنوات طبخ احنا حبيناكي باسلوبك كده وطيبتك يا ست غالية. الله يخليك يا ام طارق ان شاء الله تسلامي. لا والله انا بطلبك انك ما تغيريش حاجة ابدا. والله احنا اللي في قلبنا على لساننا على طول. الله يكرمك يا حياتي. وانا هقول لك امس عملت الفول بالبيض والفول المدخن وزوجي صراحة شكرني شكرني ما تتخيلي. الله يكرمك يا ست الكل. وبعدين يعني لو انا يعني غلطت في حاجة سامحوني يعني. لا انا نيته كويسة والله. هو كلنا خطائين بس انت ما تغلطيش يا ست غالية صراحة طيبة وقلبك طيب ولسانك زي العسل. ان شاء الله تسلمي. الله يعافيك. انا بس اتصلت عاوز اشكرك وعاوز اقول انا بحبك قوي والسعودية كلها بتشكرك. ان شاء الله تسلمي. شكرا. الله يجزاك خير. الله يخليك. ربنا يخلي لي اهل السعوديه وحبايبنا كلهم. اللهم امين. جزاك خير ان شاء الله. الله يخليك يا ست الكل. شرفتيني. مع السلامه. مع الف سلام. ام علي بقى دي عملناها طبعا دي ممكن تجيبيها اكياس ملفي جاهز، لان طبعا الملفي صعب حد يعمله في البيت ده ليه اسطوات ومصانع. ممكن لو انت ما عندكيش ومش قادره تجيبيه هتعمليها بالرقاق زي انا ما بعملها كده. ممكن تعمليها بالجلاش بس الجلاش هيبقى متحمر. وفي برضو ناس ممكن تروحي اي فرن من بتاع الفينو او اي حلواني تقولي له اديني مثلا ملفي، بيبقى عنده فيه ملفي مكسر طالع من الحلويات على حسب الموجود عنده. اهم حاجه ان اللبن ما يسخنش قوي بس كده يبقى دافي بس. في بنت قمر كان اللي بعتت لنا على الصفحه دلوقتي ملك، قالت لنا حاجه حلوه قوي. اسلك الطريق ولو دارت وخد بنت الاصول ولو بارت. والله مثلك حلو قوي يا حبيبي يا ست الكل. طبعا انت بتحطي هنا زبيب او جوز هند او مكسرات حسب ما امكانياتك وحسب اللي عندك في البيت. طبعا عندنا اللبن محليينه بالسكر عاوزه، وبتحطي معاه شويه فانيليا لو عاوزه عشان طبعا يبقى ريحته حلوه. هنبتدي نصبه هنا. هتحطي في كل واحده حته سمنه صغيره قوي عشان طبعا لو انت عندك امكانيات حطي حته قشطه، عندك امكانيات حطي كريمه لباني، عندك امكانيات حطي حته سمنه بلدي حسب ما تحبي. يعني احنا دلوقتي هنحط حته سمنه، لو انت قادره تحطي قشطه ما تحطيش سمنه، قادرة تحطي كريمة لباني ما تحطيش سمنة، على حسب إمكانياتك والحاجة اللي في بيتك. يا أم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي؟ الله يسلمك. أنا اللي كنت مكلمك المرة اللي فاتت. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. إزاي؟ الحمد لله. الأكل اللي أنت بتعمليه ده هيتخلنا. لا مش هندخل إحنا يعني، هو على قد ما بنقدر بنحاول نقلل. لا عايزين كده أكل رزين. لا اتعشي وتمشي بقى. لا ما احنا بنتعسى وبننام. لا اتمشي بقى. انت عاملة ايه؟ الحمد لله. هو اكلك جميل بصراحة بس انت بقى قللي في الدهنيات شوية. لا انا ما بنحطش دهنيات خالص وبنعمل فراخ السمنة واللبن والحاجات دي كلها بتتخلنا. لا ام علي دي بصي ده احنا حاطين حتة سمنة قد الزرار يعني. ما هو وبعدين مطلوبة مننا ده، في ناس بتحط قشطة وبتحط كريمة وبتخليها الدنيا معاها ميسة. ما احنا بنعملها جميلة بس هي ايه ما احنا بنعمل الاكل زيك كده بالظبط. يا خساره يا ريتك كنت كملتي معانا. بتنزلي باللبن زي ما قلت، اللبن دافي مش سخن مش بيغلي. معلي سهله قوي لو انت تقدري تعمليها باي حاجه زي ما قلت، رقاق جلاش ملفي اي حاجه. وبعدين دي طريقه ام علي بقى على طريقه ام توته.
زي ما كانت ايه بيقولوا بقى، بس اهم حاجة لازم تدي براح، لان هي هتفور يعني، اديها براح كده شوية عشان عبال ما تشرب وتشرب اللبن وتبتدي تفور في الفرن وتبقى تمام. خير؟ ايوه يا ام حسن. ايوه معلش بقى الخط قطع. لا يا حبيبتي ولا يهمك. ماشي، و قلل لنا كده، اعمل لنا اكل رجيم حاجات حلوه كده يا ستي. عينينا الاثنين حاضر نعمل. احنا اساسا بنعمل اساسا خضار، ما بنعملش لحوم كتير، وده اساس الرجيم يعني. يعني الخضار اللي احنا بنعمله كل يوم ده اساس الرجيم. وبص انا عايزه ابعت سلامي لبابا الحاج حسن عبد العزيز في السعوديه، والحاج حسن حواس، ولكل اخواتي وقرايبي. ومرات خالي عايزه اتكلمك عشان هي عارفاكي. مرات خالك؟ اهلا وسهلا بيها. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا مدام غالي؟ الحمد لله بخير. عامله ايه؟ الله يخليكي. الله يكرمك. انا على فكره مرات محمد اخو حسن عبد الفتاح. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب مش تقولي من بدري؟ ده امك حبيبتي والله، خلت امها. طبعا طبعا طبعا، والله غاليين عندنا وربنا. ان شاء الله تسلمي. ازيك؟ عامله ايه؟ الله يخليك يا حبيبتي. كل يوم بنشوفك لما بتيجي. الله يكرمك. والله يا ربنا يخليك وتستاهلي كل خير والله. الله يخليك يا ست الكل، ده انت من الناس الكرمة والله بجد. الله يخليك، انت من الناس الكرمة والله. دي بنت عمتي اخت جوزي على طول، ماجدة دي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. بنت حسن عبد العزيز اكيد عارفاه. عارفه. ايوه عارفاه. والنبي خالص ام احمد حبيبتي على طول بقابلها وبسلم عليها. ان شاء الله تسلمي، هي اكيد سامعاكي دلوقتي وعرفت انت مين بالظبط وهتجيب. بقى ابعت سلامي لحسن عبد الفتاح في السعوديه. ايوه. وحسن عبد العزيز جوز عمتي وجوزي في المدينه. والله سلامك وصل لكل الحبايب اللي هناك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. ان شاء الله تسلمي. خدي كلميها وام شيماء بتسلم عليكي. وفاطمه عاشور اللي انت بعتي سلامها قبل كده. ساعتين قلت لخالت ام احمد. ساعتين قلت الحاجه فاطمه عاشور. ايوه بتسلم عليه كتير. ان شاء الله تسلمي، بس ادخل ام علي الفرن. النبي يسترك. ده انتوا حبايبنا وقرايبنا واعز الحبايب. ماشي يا ست غالي، ندخل ام علي الفرن بس. وطبعا سلامي للانسه اميره والاستاذ محمد جوهر، ودي قناه جميله جدا. ان شاء الله تسلمي. ان شاء الله تسلمي لكل الناس. ان شاء الله تسلمي. سلامي لجوزي جمال ابو سيك. الله يخليك يا ست الكل. ده انا سلامي ليك ولام اكرامي ولام سيد صبحي والنائب النجلاوي وكل حبايبنا. على فكره خالص غير حضرتك. الله يخليك. ان شاء الله تسلمي. ان شاء الله تسلمي. الله يخليك. ده احنا اهل وحبايب. على كل الناس اللي في الوراق. ان شاء الله تسلمي. الله يخليك. شرفتيني. وبسلم على والدتك. الله يخليك. ان شاء الله تسلمي يا قمر. الله يخليك. مع الف سلامة. ماشي، مع السلامة. دخلنا بقى دلوقتي ام علي الفرن. ناقصين بقى ناقص بقى نعمل سلطة الفلفل. اهم حاجة بقى ام علي، لو ما عندكيش فخار اعمليها في صينية ألمونيا، اعمليها في بايركس، اعمليها في اي حاجة تحبيها. هي مجرد ما هتخش الفرن وتشرب اللبن ويسيح على وشها حتة السمنة او الكريمة او القشطة وتاخد اللون بتاعها، هتطلع زي السكر. ما بتاخدش وقت اصلا اكتر من 10 دقايق. بس طبعا انا ما بقدرش اديكي معاد للحاجة اللي في الفرن، لان كل واحد حسب امكانيات فرنه. في فرن كهربا، في فرن زي بتاعي، في فرن اعلى شوية. فانت دايما حطي الحاجة وروحي وتعالي عليها لحد ما تلاقيها استوت وبقت تمام. هنعمل بقى سلطة الفلفل. سلطة الفلفل سهلة قوي، سهلة 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 وجميلة ومش محتاجة اي حاجة. بس اهم حاجة الرز بقى، عاوزة اوريكم حاجة في الرز. الرز ريحته طالع حلوة قوي ولونه جميل. في حاجة عاوزة احذرك منها، الرز اللي بالكاري، الكاري او الكركم بالبلدي بيبقى عامل زي النشا. لو حطيتيه على الرز على طول هيكلكع، وتيجي تغرفيه تلاقيه مكلكع فيها. لازم تغليه، وهقول تاني تغليه مع المية يخرط عليها ويديها اللون ويفك. وبعد كده ابدأي بالرز. الستات كتير بتشتكي ان الرز بيطلع معجن. ابدأي حطي المية قليلة، واعرفي المقدار اللي في ايدك. القليل تقدري تزوديه، لكن الكتير هتصعب عليك ان انت تقلليه، لان انت طبعا هتبقي حاطة التوابل بتاعته والحاجة، فهيبقى صعب عليك. دي معلومة حاولوا ان انت تطبقيها. حاج ادري تغالي، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك فينك؟ الله يخليك، انا تحت امرك. والله كنت يوم الخميس اللي فات متصل والبرنامج خلص، وكنت جايب لك رساله من حبايبك واصدقائك وبيحبوك قوي من قريه ناهيه، من قريتين هقول لك عليهم بصراحه بقى. ولو الساعه 3 لو انا اعرف ان انت موجوده في المكان ده كنت فتحت التليفون وكنت اتصلت بيكي، كنت سمعتي بقى الزغاريت والحب اللي ليكي في قريه ناهيه. وانت عارفه قريه ناهيه دي بلد النجم الكبير، بلد النجم محمد ابو تريكه. الناس دي بسيطه جدا جدا يا ست غالية والله، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. عيلة ابراهيم الجزيري وعيلة ابو تريكه وعيلة الصرفي وعيلة رمضان جبيلي، كل الناس هناك والله يا ست غالية ليكي شعبية ما شاء الله، ربنا يزيدك ويبارك في البرنامج والقانين على الله يخليك، ده من عند ربنا الحمد لله، من حب ربه حب في خلقه. والله الحاجة التانية بقى، كان عندي ابن خالتي من صهاج من قرية الديابات مركز اخمين. انت عارف اقول لك، بص بقى بمناسبة بقى ان هم زغرته زغرت بالمحبة فرج بيقولك مفروغة والنقود بالغرض ده خدت بالك؟ بس انا اقول لك بس عشان الناس دي بجد يعني بعتت لك رسائل كتيره معايا والله. علي السيد فراج من السوالم وناصر ووليد وساره وسلمى وكل بيت فراج كلهم بيسلموا عليكي من قريه الديابات، دول خوالي وعمامي. بسم الله ما شاء الله. السلام. طبعا الملوخيه الناشفه دي هم اساتذه فيها. طبعا. يعني بين انتفاهم القصب والكلام ده زي ما اتكلمتي كده. خدت بالك كل الناس دي بعت لك السلام ولاسره البرنامج يا غاليه، عشان انا اللهم بلغت اللهم اشهد. الله يخليك يا حاج. اتكلمتي بقى عن الحما، اكرم حماتك وخلي عينك هي، اول ما هتشيل الصباحيه هتكون هي. الله. صح ولا انت مش واخده بالك كده؟ كمان مثلين من عندك يا حاج ادري. النوايا بتسري للزير وعلى قد الحافه تمد رجليك. ايوه. ولقمه هنيه كف 100 ويا داخل مطبخ غاليه حاسب من الشوك والسكاكين، ده الاكل يكعبلك والفراخ تزغل العينيك. واخد بالك؟ احنا بقى طبيعتنا لغتنا كده، الاخ اللي زعلان من اللغه بتاعتنا، احنا مصريين كده، طبيعتنا كده، عيشتنا كده، هنموت كده. انت عارف يا حاج ادري، اسال قبل ما تناسب يبان لك الراضي والمناسب. يا سلام يا جميل، شوف انت بقى لسانك هو ده كده طريقتنا، لسانك العسل ده بينقط سكر. ان شاء الله تسلم يا حاج ادري اصيل. والله العظيم يا غاليه وحات ربنا، احنا اخوات، خلينا بقى نشيل التكاليف بقى استاذه ولا حاج ولا بتاع، قول يا ابو سيد وانا اقول يا امو توته. ماشي يا ابو سيد. خلي بالك لان سيد ده ابني حبيبي نور عينيا، هو ومصطفى وصباح، يا رب يبارك فيهم. ربنا يبارك ويبارك في كل الشباب الحلوه والشباب اللي عندك، والاستاذ اللي من عندنا من العمرانيه من قاعه سيد درويش بقول له انت منور العمرانيه الاستاذ ايمن. والنبي يا حاجه غاليه مدي في البرنامج شويه لان الناس بتحب تسمع، وان احنا كده شعبيين بنفرش حفيره ونعمل. الهي يا رب يمد في عمرك. خليك يا رب وعمري وعمرك يا رب، ونفرح باولادنا كده واولادك يا رب. ده قلل من ندر ووفي، ده كفايه قوي كده. انا بسعد بكلمك والله، وبقول الحاج عصمت الحمد لله على السلامه، كان عامل مداخله مع مدحت شلبي، انا بحب كلامه كده ومداخلاته، والراجل ده طيب والحمد لله على السلامه، وعقبال كل سنه يا حاج عصمت. ان شاء الله تسلم. وشفت عبده يوم الافتتاح بتاع ام مرسي، كنت مبسوط قوي من عبده وهو اول جدي. واحد لقيته يا اخويا راح داخل وزارق وداخل وقعد يدعي. ده عبده ده بركه. بركه والله يا غاليه وحياتك. والله بركه صح. والله وانت ست بركه، والقانين على البرنامج، وسلامي لاسره البرنامج وكل مشاهدين، وبلغتك عن الناس اللي قالت لي واللهم بلغت اللهم اشهد. ان شاء الله تسلم يا ابو سعيد. مع الف سلامه يا ست غاليه، وسلامي لعيالك ولزوجك ولاسرتك كلهم. ان شاء الله تسلم يا ابو سعيد، سلمنا على ابو سعيد وعلى الصباح وعلى الناس اللي عندك كلها. بص عمالين يضحكوا وبيبعتوا لك 100 بوسه هم. ان شاء الله يسلموا. الله يخليك. يلا قول لهم ريان يا فجل بقى. اخضر يا فجل، اللي بلا اسنان ياكل فدان يا ورود. ايوه. يا هارون الغزال يا باميه. يا انت عارفه القوطه يا غاليه بيقولوا عليها في الدول العربيه ايه؟ ايه؟ بيقولوا عليها بندوره، والكرنب بتاعنا ده بيقولوا عليه الملفوف. واخده بالك انت من الحكايه دي؟ عشان تقولي بقى لو اخواننا اللي من العرب دي بندوره دي ملفوف، يعني على اساس ان هم اللغه بتاعتهم توصل لهم. الله يخليك يعني. ابو سيد والله نورتنا انت كده، قلت لنا حاجه جديده. الله يسترها معاكي. الله يخليك مع الف سلام. هنعمل بقى سلطه الفلفل. سلطه الفلفل سهله قوي، بس ننزل الرز لان استوى، انا هغرف لكم كله في الاخر كده عشان كله يبقى طالع بدخانه. ايوه يا ابو فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟
الله يحفظك ان شاء الله وينور طريقك ان شاء الله، زي ما اسعدتينا كده دخلت واسعدت البيوت في 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 بيوتها ان شاء الله. الله يخليك، اهلا بيك وباهل مكه. الله يسلمك ان شاء الله. كيف حالك وكيف حال بناتك؟ الحمد لله احنا بخير. كيف حالك انت وكيف حال اللي عندك؟ والله واحنا نشكر حقيقه قناه 25 دي اللي عرفتنا بالمبدا المعدن الطيب لاهل مصر حقيقه. الله يكرم اصلك، ما فيش اطيب منكم. يا الله. هيا شوف يا ستي، انا حبيت اسلم عليك، وهذه فاطمه عايزه تسلم عليك. هاتها. الو الو، السلام عليكم. ازيك يا طماطم؟ انت كيف حالك؟ الحمد لله. انت كيف حالك؟ الحمد لله انا بخير يا قمر. وحشتينا، ليت علينا من السعوديه. ان شاء الله ان شاء الله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. انت كيف حالك؟ تمام تمام، احنا طيبين طول ما بنسمع صوتكم. بس عندي سؤال. اتفضلي. الملوخية الناشفة والملوخية الخضراء تكون حلوة لما تبات ولا لا؟ اما تبات اه طبعا تبقى حلوة قوي، يعني احلى من هي جاهزة صح؟ اه بتبقى حلوة. اي خضار يبات، بصي بقى طيب. اي خضار يبات يشرب من دمعته. ايوه، يعني يشرب من التسبيكه بتاعته ويصبح نادي وينزل المعده يرقص كده. ايوه، بس تبيتيه في الثلاجه وتبيتيه بره يحمض. ايوه. انت شرفتينا يا ست الكل. يحتاج نحط على الملوخيه كشنه لما انتبات ولا لا؟ لا قولي تاني. الملوخيه لما انتبات تحتاج نحط لها كشنه ولا لا؟ الملوخيه لما تبات تغليها تاني؟ ايوه. لا ما تغليها، سخنيها التسخين العادي عشان كتر ما بتغلي تقطع، ما يبقاش فيها العرق المطاط بتاعها. ايوه بالثوم وهذا ايوه بالثوم. من بالثوم والبصل ولا من غير؟ لا بالثوم بس. بالثوم بس. طب بصي هقول لك، هي الموضوع سهل قوي. انت لما تحطي سواء الملوخيه الناشفه او الخضراء بتجيبي الثوم وتدقيه وتحطي الكزبره الناشفه. عارفه الكزبره الناشفه شكلها ايه؟ ايوه ايوه عارفها. اه وتحطي معاهم شويه كزبره ناشفه في معلقه سمنه، اول الثوم ما يبقى لونه ذهبي تروحي حطاه على الملوخيه وهي في قلب الشوربه وتديهم غلوه واحده وبس. ايوه ممتاز ممتاز، شكرا. الله يخليكي، مع الف سلامه يا قمر. الله يسلمك حبيبتي، مع السلامه. مع الف سلامه. انا قلت قبل الملوخيه قبل كده عملوها في اليابان، يعني انا جات لي معلومه من ناس مثقفين طبعا ان الملوخيه دي من كتر ما هي مفيده عملوها اقراص في اليابان وفي الدول الاوروبيه، من كتر ما هي فيها فوائد كتير حلوه. وفي اليابان بالذات يعني قعدوا اكتشفوا كده، انتوا عارفين اليابانيين والصينيين ناصحين قوي ومفيش حاجه بتقف قدامهم، عملوها في المعامل عندهم واكتشفوا ان فيها فايده حديد وفوائد كتير جدا، عملوها اقراص الناس تاخدها فيتامين. فيعني الملوخيه دي على قد ما تقدروا كتروا واشربوا منها، مش هتعمل لكم مشاكل. هنعمل سلطه الفلفل. سلطه الفلفل هتحط شويه زيت صغيرين قوي مش كتار، وهتنزلي معاهم الفلفل وشويه ثوم. الفلفل وشويه ثوم. يعني اليابان دول عملوا اللي محدش عمله، جات لهم الازمه بتاعت الزلزال وطلعوا منها وحولوا مشاكلهم للاحسن وبداوا يبتكروا ويعملوا حاجات كتير حلوه ويصنعوا. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عنهم ولا هم ولا الصين، كل صناعاتهم عاملين حاجات كتير كويسه، اهم حاجه ان هم حولوا المشكله بتاعتهم لحاجه احسن. زي المثل اللي عندنا يقول لك الضربه اللي ما تموتش تقوي، هم كده. ربنا بس يكرمنا ونعدي مشاكلنا زي اليابانيين وتبقى مصر احسن دولة في العالم يا رب. ويا رب ربنا ما يوري حد زلزال ولا يجيب لأي حد مصيبة تانية، قادر يا كريم يا رب. طبعا الفلفل هتشوحيه كده، وانت بتشوحيه هتحطي معاه شوية كمون وشوية ملح، شوية كمون وشوية ملح. دلوقتي استاذ محمد اللي مش عاجبه كلامي هيقول الست غاليه بتدعي لليابان. يا عم احنا بنقول يا رب وكلنا ان احنا على قد حالنا وجاهز، ربنا سبحانه وتعالى يستجاب لدعوتنا لكل الدول ولكل العالم.
هنحط شويه كمون. ايه يا استاذ عمرو. اهلا ست هاني، ازي صحتك؟ اهلا وسهلا بيك. اخبارك يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله. شفتني لما بدعي لليابان وبتمنى نبقى زيها. شفتك والله يا حبيبتي، ربنا يسهل الحال يا رب. يا رب. ست عظيمه وبرنامجي ده جميل ويمس الناس كلها يعني. الله يخليك. احنا دايما نقول قدم السبت تلاقي الحد قدامك، وقدم الخير تلاقي الخير قدامك، يعني حتى لليابان. اه بس انت ست الكويتين وبتحسسونا فعلا ان نبض الشارع موجود في مصر، ويعني حاجه عظيمه بجد، وبرنامج عظيم والقناه دي كويسه جدا يعني. ربنا يصلح حالكم يا رب. الله يخليك، ان شاء الله يصلح حالك ويصلح حال امه المسلمين كلهم يا رب. مراتي اسمها سؤال، اتكلمت استغالي. مين؟ الو، السلام عليكم. ايوه، عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه يا قمر؟ انا اسمي سهى. انت عامله ايه؟ عاشت الاسامي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. على فكره البرنامج جميل، والاخ اللي اتكلم ومش عاجبه كلامك يعني ده سوري يعني ما بيفهمش. لا لا لا، العفو يا ستي، كل واحد ليه رايه وكل واحد بيتكلم براحته. احنا بصي بنتفرج على البرنامج اساسا، بنتفرج عليه وبنشوف الاعاده بالليل. الله يخليكي يا ست الكل. وحياة ربنا، فيعني ربنا يبارك لك يا رب، وان شاء الله دايما في يعني في الاحسن باذن الله. ان شاء الله تسلمي. احنا دايما البطاطس اللي انت عملتيها وكانت جميله وعجبت الولاد قوي. انت عملتيها النقل، البطاطس الصغيره دي، بس انا عشان ما فيش الصغيره ديت فروحت قعدت عجنتها وعملت كده ورانا صغيره وعملتها. الله عليكي، دي احنا هنا انا هنا اقول عليها بطاطس نقل صغيره كده. انا ما اعرفش، مش عارفه بقى، بس انا عملتها وكانت جميله يعني. طب كويس انت اتصرفتي، ده انت ست الشطار. ربنا يخليكي حبيبتي، يعني بعد ما عندكم. الله يخليكي يا قمر. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليك لسع عمرو ولولادك والحبايبك. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. شرفتينا يا عمرو. عمرو معاكي. طيب هاتيهولي يا ست غاليه. احنا بنشكر كل الناس اللي بتصل بيك، الناس الجميله البسيطه، المصريين الجمال، وربنا يا رب يزودك محبته في الناس يا رب. الله يخليك، الله يخليك. والله ده انت معاك ست زي السكر، ربنا يعينك، لسانها بينقط سكر. ربنا يخليك يا رب يا رب. ان شاء الله تسلم. ربنا يخليك يا رب. خلي بالك عليها وربنا يخليكوا لبعض. ربنا يخليك يا رب يا ست الكل يا رب. الله يكرمك، شرفتنا. اي خدمات اي شيء تحت امرك يعني. ان شاء الله تسلم، عاوزينك طيب. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله تسلم. على خير بامر الله. الله يخليك، مع الف سلام. السلامة يا ست الكل. مع الف سلام. بالنسبه لسلطه الفلفل، الفلفل لازم ما تسيبهوش يتحرق، يعني يا دوبك يدبل منك بس، تحطش عليه طماطمايه مكعبات، بتروحي نازله بقى بشويه خل، شويه خل صغيرين كده، هنقلبهم فيهم كويس قوي اهو. بس وهنغرفها بعد الفاصل. يا رب مصر تبقى احسن بلد في الدنيا، والثقافه بتنعكس على الفنان عموما. هنخترع اكتر، هنبتكر اكتر، هنحب حاجات كتير اكتر بكتير. في حلول وسط ممكن نوصل لها تخلي البلد دي احسن بلد في العالم. بنقدم اغاني الموسيقى العربيه. ثوره تبدا من جوه مش من بره. احنا نزلنا في الشوارع والميادين لان مفيش اماكن. انا اللي بحب مسرح الرئيس، وده ما بنبصقه فيه، وبقول ان مسرح الرئيس راجع. بحب الموسيقى، ان شاء الله مزيكتنا توصل للعالم كله. نوصل الرساله احنا عايزين نوصلها في اي اغنيه، محتاجه انها تبقى بالعربي او بلغه الناس يفهموها. صيادين السمك كانت سياسه ممنهجه، اهم حاجه اننا مين يتحاسب على الهدم ده؟ ولا يزال الشعب يريد. رجعنا تاني بقى عشان نغرف اكلتنا. زي ما شفتوا سلطة الفلفل سهلة قوي، ما فيهاش اي مشاكل اهي. يا دوبك بتسيبي بس شوية الخل ياخدوا غلوة معاهم عشان يديهم الريحة الحلوة اللي انتوا كل الناس شماها، ده ريحتها سافرت راحت بلاد برة، ريحتها ضربت راحت اليابان. والله الأستاذ اللي قال لنا حاولت تغيري لغتك ده
اصله يعني ان البرامج لها لغتها. والله احنا بقى في 25 لغينا الموضوع ده، كل حاجة على مية بيضة وبنتكلم من قلبنا وبنتكلم من غير ما نتعب نفسنا ومن غير ما نقول كلام كبير ما يبقاش عارفين معناه. لازم ولا بنتكلم افرنجي زي ما انتوا شايفين لا فرنجي ولا بنوربو ولا بنورتون برابانتي، احنا على مية بيضة زي ما انتوا شايفين اللي في قلبنا على لساننا، وهو ده الشعب المصري الطيب. وزي ما قلت سعيدي بيبقى يوصل يبقى رئيس جمهورية ويفضل سعيدي، الفلاح يبقى يوصل يسافر امريكا وفرنسا وبرضه يفضل بيتكلم نفسه لغته، واحنا عشان ناس شعبيين وبسطاء بنتكلم زي ما احنا، محدش يعتب علينا لو اتكلمنا باللغه دي. بس الحمد لله ان احنا بنتكلم بادب وبنتكلم ما بنغلطش في حد وما بنقولش حاجه وحشه. وبعدين هي دي اللغه الصادقه اللي حبيتها كل الدول العربيه وحبيتها الناس، احنا صادقين زي صفحه الوفيات في الجورنال، الصفحه الصادقه عشان الناس هي فعلا ماتت. هنغرف بقى اكلنا كده. سلطه الفلفل زي ما انتم شايفين ريحتها حلوه قوي وشكلها جميل جدا. هنغرف كمان الرز. النهارده الخميس بقى وكل سنه وانتم طيبين، بنعمل اكله نرم بيها العظم شويه، بنبعد شويه بقى عن ال ايوه يا ندى. ايوه ست فريق. ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه يا قمر؟ كويسه. بتحب ام علي يا ندى؟ اه بحبها. اه شفتي بقى احنا عملنا ام علي النهارده ورز اصفر. اه بحبك قوي يا ست غاليه. نعم بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا قمر. شايفه الرز ده لونه حلو؟ اه. قولي لماما تعمله لك بقى. ماشي. شوفي بقى احنا بنعمل كميات اطباق كبيره مش بنطلع حبه صغيره. كل اكلك حلو وانا نفسي انت تعملي لي بيتزا. بيتزا؟ اه. عينينا يا قمر احنا عملناها قبل كده بس نعملها لك تاني. ميرسي. انت في سنه ايه وفي مدرسه ايه؟ في سنه رابعه. في سنه رابعه؟ اه. الله عليكي. بتعرفي انجليزي ولا ما بتعرفيش؟ اه بعرف انجليزي. طيب كلمتين بقى كده. ها؟ ايه؟ يعني لما بتيجي رايحه المدرسه في الاتوبيس تقولي ايه؟ بقول هاي باي جود مورنينج. الله عليكي. هاي باي جود مورنينج حلوه دي. تعرفي بقى انا بناتي لما اي لاف يو هاو ار يو اي لاف يو. اه جدع. اي لاف يو تو يا روح قلبي يا قمر. انا بحبك اكتر منك وصاحبتي على الفيسبوك. الله يخلي. اه انا كتير قوي من الاطفال جمال قوي مصاحبيني على فيسبوك، بس احلى صحوبيه على فكره. احنا بنحبك قوي يا ست غاليه وبنتابعك على طول. الله يخليك يا قمر. يلا ابعتي لي على الفيسبوك وانا ابعت لك على طول ارد عليك. لا انا اصلا مصاحباكي. ابعتي لي صورتك بس. ماشي يا صورتي محطوطه كده. صورتك انت محطوطه؟ اه. طب اديني عليها اشاره عشان نعرف ان انت. ماشي. ماشي يا قمر. مع ألف سلامة. سلام. ريحة الملوخية ضربة. إيه الملوخية كمان ريحتها حلوة قوي، ريحتها ملعلعة. الفراخ هنستنى عليها بس شوية صغيرين. ملوخية بقى ايه تبقى تحفة كده وجميلة مع الرز. ايا استاذة سعدة. السلام عليكم. عليكم السلام. جبتيلي على ريحة الاكل. غالي. ازيك؟ الملوخية مش زينة حقك يا ست غالي. انت احلى يا قمر وانا بحبك اكتر. انا طلبت منك قبل فريق الكنافة. تقبلين؟ طلبتي الكنافة؟ اي وسويتي هذه وسويتها الرجالي والرعاتي والزارين كلهم عجبتهم. انا عينيا ليكي اي حاجه تطلبيها عيني ليكي. انا سويت انتي انا طلبتها منكي قبل وسويتها. طلعت حلوه؟ الرعاتي والزارين اي عجبتهم. يعني انتي سويتيها وطلعت حلوه؟
مجازين هاي الصغار يعني ألف هنا وشافة ألف هنا وشافة تسلمين يا قريبي. أنا بغيت أطلب منك طريقة الدهير آخر مكرونية بشاميل حديثي طريقة إيه؟ مكرونة بشاميل. المكرونة بالبشاميل أيوة هدية عينينا يا قمر نعمل لك المكرونة بالبشاميل دي سهلة. تسلمين يا قريبي ما تجيب تجيبينها هيا ستي غالية. نعم تفضلي قولي بس بالراحة عشان أفهمك. أنت ما تجيب تجيبينها لا دي مش فهميها الحق يتقال متى تجيبينها؟ لا لو حد فهمها يقول لي. الو الو ايه يا ست غالية دي؟ ايه الحلقة متى تبي تجيبينها تشوفها؟ الحلقة عاوزة تشوفيها تاني يعني؟ لا ابي اشوف طريقة المكرونية بالبشاميل. المكرونة بالبشاميل عيني الاتنين اعملها لك الحلقة الجاية يا ست الكل انت تأمري. تسلمين يا قلبي تسلمين. الله يخليك يا ست الكل. كنت كده يا ست غالية انا مش فاهمه الحقيقه بس كل اللي اقدر اقول لك حضرتك شرفتينا وهعمل لك المكرونه بالبشاميل وهعمل لك اي حاجه انت تطلبيها واحنا تحت امرك. تسلمين يا قلبي تسلمين. الله يخليك يا ست الكل وداعة الله وداعة الله. انت الله يخليكي الله يكرمك مع الف سلامه. نطلع الفراخ. بصوا بقى منظر الفراخ يطلع عامل ازاي. بصوا الصوص اللي فيه ده اوعي ترميه ولا بصي دي حاجه هتطلع زي الفل والحشو اللي جواها وشكلها زي ما انت شايفه كده هتطلع حلوه قوي. هنغرفها بقى. لازم تديها اللون ده، اللون ده بيديها لون زي المشوي، ما تطلعهاش اقل من الدرجه دي. لو انت شايفاها قدامك على الشاشه غامقه شويه لا بالعكس هي لونها زي ما انت شايفه كده لازم تطلع عامله زي المشويه، لان دي بتختلف عن اللي بتتحط في بطاطس، بتختلف عن اللي هي بتتحط في صينيه مع البصل، دي بتطلع لونها حلو قوي كده ولونها بيبقى عامل زي المشوي. يعني زي ما انتم شايفين بتبقى طالعه حلوه قوي والخلطه جواها. الله الف هنا وشفا يا رب للي ياكل. شايفين بقى الصوص اللي عليها ده بقى تاكليه مع الرز بس تحطي عليها شويه كده بيديها طعم حلو قوي. بتطلع جميلة وحلوة حلوة حلوة وطعمها وريحتها بيبقى يعني قالب. أنا بشكر الست كركر صبري بتبعت لنا أشعار كتير قوي، ست يعني ذوق وجميلة، بنقول لها ألف شكر يا ست الكل على ذوقك وكلامك الجميل. والأستاذ شعبان وصلني شكرك على سد الحنك. عاوزيننا نروح تونس يا جماعه، ده يبقى الاستاذ ياسين ده يبقى يوم المنى، يوم ما احنا نروح تونس بلد الثوره البلد الجميله، ده يعني نبقى دي تونس الخضراء ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نجي لكم. ونعمل الحوت ونعمل الكسكسي، طبعا هم هناك لهم اسامي تانية والبريكه وليهم حاجات تانية كتير قوي حلوه قوي هناك. على ام علي في تونس بيقولوا على السمك الحوت، دي اللي بالرقاق، دي اللي بالرقاق البلدي بتاعنا، ما بتاخدش وقت ابدا. الفراخ اللي بالخلطه دي تعجبكم قوي وتمشي عزومات بقى زي ما تحبي وموفره وحلوه جدا. ودي اللي بالملفي
ادي ام علي عشان حبايبنا بتوع السعوديه اللي كانوا طالبينها. احنا ما نقدرش نتاخر عنكم ابدا. زي ما انتم شايفين هقول لكم الوصفه تاني والحاجات دي تاني، بس هنكلم الاستاذ شعبان. ايه استاذ شعبان اهو، ازيك؟ نعم. استاذ شعبان. نعم. ازيك؟ الو السلام عليكم. الله يسلمك، انا غاليه. استاذ شعبان ازيك؟ ازيك يا ست غاليه؟ الحمد لله. ازاي صحتك؟ الحمد لله. ازيك وازاي العيال اللي عندك دول كلهم؟ شعبان معاكي من السعوديه. اهلا وسهلا بيك. الله يبارك فيك. معاكي طلال اهو، خدي كلام طلال. طلال، الله اسمك حلو. ابنك طلال ده؟ ازيك يا طلال؟ الحمد لله. عامل ايه يا طلال؟ كويس. احنا بنحب اكلك قوي. بتحب ام علي دي؟ اه. وايه رايك في الفراخ؟ الحمد لله. معاكي ماما. طلال، عليكم السلام. ازيك يا ست الكل؟ اهلا. ازيك يا ست غالي؟ عامله ايه؟ والله انا بحبك قوي يا ست غالي. الله يخليكي، وانا بحبكم كلكم. اخبارك انت؟ انتوا قاعدين فين في السعوديه؟ احنا قاعدين في الطايف. اه. اخبارك انت؟ الطايف دي بلاد جميله. ولا يهمك اللي بيقولوه على النت ده وعلى الفيسبوك ده، ولا يهمك خالص. احنا بنحب كده، بنحب اللون بتاع كده. ان شاء الله تسلمي، ان شاء الله تسلمي. انا بس بوصيكي على السعوديه اهلكوا. اخبارك انت؟ الحمد لله. عاوزاكي بس تتوصي بالسعوديين زي ما هم متوصيين بيكم. اه والله كويسين، والناس هنا كلها كويسه والله. اهل وحبايب واخوات، وان شاء الله ما فيش حد هيفرقنا. كلنا عرب ومسلمين مع بعض الحمد لله. كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد ميلادك، وشفنا الصورته يا وشفنا عيالك. عيالك عاملين ايه؟ الحمد لله بخير. وباركين لنا الحاج عزمك على العمر. ماشي، حاضر هبلغه. والحاج مرسي على الافتتاح بتاعه. حاضر يا ست الكل، عنينا. مع السلامة حبيبتي. مع ألف سلامة يا ست الكل. معاك الحاج شعبان اهو. هاتيلي الحاج شعبان. ألو يا ست غالية. ازيك يا حاج شعبان؟ ما أنت ما يهمكيش من الناس اللي بتتكلم ديت، أنا خلينا بالطبيعة. طبعًا. لأن إحنا كده فلاحين وطبيعيين، أنت خلي بالك. يا عم شعبان احنا متوكلين على الله، يعني زي المثل اللي بيقول لك ارمي الحب وتوكل على الرب. خليها كده على الطبيعه، خليها على الطبيعه خالص. البساط احمدي. ايوه الله يبارك لك ويخليك عيالك. ان شاء الله تسلم، ان شاء الله تسلم. يلا سلم لنا على الحاج عزمت وعلى الجماعه كله. ان شاء الله تسلم، ربنا يكرمك. عايز اكلمك ايه؟ قول ازيك يا حاج غالي. الو. ازيك؟ ايه؟ ايه انت يا قمر؟ عامله ايه؟ تعرفي تغني؟ اه. يلا غني كده. يا حلاوة ريحك يا الشامي ترد رحمية فيا، يا حلاوة ريحك يا الشامي. يا جميل. شكرا يا قمر يا جميلة، وسلميلي على كل الناس اللي عندك. مع ألف سلامة. هنرجع لاكلتنا عشان محدش يزعل ويقول ما فهمناش الموضوع. دي سلطه الفلفل. سلطه الفلفل بتجيب الفلفل وتقطعيه، تنزلي بيه مع فص ثوم، شويه كزبره ناشفه، ملح، كمون، بتشوحيهم كويس قوي. لازم بيبقى معاك يا دوبك يدبل ما يتحرقش عشان يبقى لونه اخضر وحلو. تنزلي عليه بعد كده بطماطمايه واحده بس مكعبات، وبعد كده بتنزلي عليهم بشويه خل، يا دوبك الخل يتفاعل معاهم شويه، ياخد يعني بالبلدي كده غلوه، وبعد كده بتبتدي تغرفيه بالشكل ده. ايوه يا ابو احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. حالك يا ست غالي؟ الحمد لله بخير. انا طلع اول شيء عجبنا المطبخ صراحه. ايه؟ المطبخ عجبنا. والله اربطه بحبل ووديه هناك. اول مره بشوف مطبخ يعني بالشكل صراحه، وعجبنا صراحه. والنبي مش قد المقام بس اهو. يلا. لا 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 بالعكس، عسل. ان شاء الله تسلم. الله يرضى عليك. انا بس كانت المدام بتسال يا اتفضل. على الدجاج المحشي. اللي في الفرن، الدجاج في الفرن. المحشي اللي عملناه في الفرن؟ ايش الحشوه اللي حطيتيها لو سمحت؟ الفراخ دي؟ الفراخ. الفراخ حشيناها، انا هقول لحضرتك دلوقتي. الفراخ دي احنا حشيناها زبادي وجزر وبقدونس وملح وفلفل وبهارات وقرفه. ايوه. وتحط وحديتين حبهان عشان يدوا ريحه كويس، ومعلقه صلصه.
تمام. الحبان طبعا عندكم هنا احنا نقول حبان، انتوا تقولوا هناك هيل، صح؟ وكل ده على بعضه، وبتبتدي تفتح الورك زي ما وريتك زي السندوتش كده، يستحسن يكون بسكينه صغيره عشان ما تنفتش من الناحيه الثانيه، وتبقى الورك مفتوح زي ما وريتك كده، وتبتدي تحشي فيه الحشوه دي، وبعد كده الحبه اللي بيسيدوا بتحطهم فوق الوش وتسويها، وبعد كده تدخلها الفرن. الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه يا ستة. الخلطه هقولها لكم تاني، الموضوع ما فيهوش سر ولا حاجه، بس هي بتبقى لونها كده زي المشويه وطعمها حلو قوي. الحاجه هذه يعني انت بتجي اي يوم في الاسبوع انت بتطلع؟ احنا ايامنا حد وثلاث وخميس. حد وثلاث وخميس، لانه والله حد. اول مره بتصل في حياتي على برنامج في التلفزيون، والله العظيم. والله انت نورتنا. الله يرضى عليك. الله انا يرضى. انت نورتنا النهارده وشرفتنا وانت على راسنا، وانا اقول لحضرتك المواعيد بالظبط، احنا حد ثلاث خميس الساعه 6 بتوقيت القاهره، لينا اعاده الساعه 12 بالليل، لينا اعاده ثاني يوم الصبح الساعه 10. يعطيك الف عافيه. الف عافيه. الله يكرم اصلك. في حد من العيله جنبك عاوز يكلمنا نكلمه؟ كلهم بيسلموا عليك، كلهم الاولاد والزوجه كلهم. الله يسلمك، سلم لي عليهم وبص للاطفال اللي عندك كلها. الله يسلمك، الله يسلمك. مع الف سلامه. نيجي بقى للرز. زي ما قلت الرز، طب ناخد التليفونات الاول بعد كده نيجي للاكل. اي استاذ محمد. السلام عليكم يا ست غالي. اهلا وسهلا بيك. احنا اكيد لك بس ان احنا كل ابو ظبي وكل دوله الامارات من عشائك ومن عشاء البرنامج الجميل بتاعك. ان شاء الله. تسلم. وانا بشكرك وبشكر البرنامج وبشكر الاعداد وبشكر مخرج، وانت ست جميله واكلك كله يعني في منتهى الجمال، وبرنامجك انا بتحدى بيه برامج الطبخ على مستوى كل القنوات. ان شاء الله. تسلم، ربنا يخليك. اقول لك يعني لدرجه ان احنا بنعيد برنامج وبنسجله وبنرجع بالليل مره ثانيه تمام وبنسمعه، مع ان في فرق توقيت بيننا ساعتين، لكن احنا يعني مواظبين جدا ان احنا نسمعه مرتين في اليوم. الله يخليك. من حبنا فيكي ومن حبنا في ذوقك وفي تقديمك وفي اكلك الطيب الله يخليك، وفي سلاسل كلامك، وانت ست كامله ما شاء الله عليك. الله يخليك. انا ببعت سلامي لكل المصريين اللي في ابو ظبي ولكل اهل ابو ظبي ولكل الناس الطيبين المحترمين زي حضرتك، وبقول لك رايك دوت على راسي من فوق، وانت شرفتني النهارده. انت مشرفانا وانت منوره القناه، وقناه 25 من القنوات المحترمه اللي احنا ما بنغيرهاش عندنا، وبالعكس ده في الفوبرت اللي عندنا على طول ما بننساش قناه 25. الله يخليك. والله كل اهل الشيخ زايد على راسنا. زوجتي بقى هتسلم على حضرتك اهيت، وتسلم على الشعب المصري كله. هتهالي. أم محمود معك. أم محمود. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا أم محمود؟ ازيك يا ست غالية، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت اسمك على اسم عمتي، فأنا بعشائك عشي يعني. الله يخليكي، ده شرف ليا. وأنا بقول لك تسلم إيديك، وبقول لك ما تغيريش لغتك، إحنا حابينك عشان طريقة بساطتك، عشان إحنا البساطة، إحنا المصريين في البساطة، اسمنا البساطة. الله يخليكي. اوعي انا هزعل لو جيت في يوم لقيتك بتتكلمي بلغه زي اللي احنا زهقنا من البرامج اللي بتتكلم بتكذب على الناس، فانا حباكي عشان انت بسيطه، انت انا مستغربه، هما بيقولوا لي ان البرامج لها لغه ثانيه، وفي يعني في لغات ثانيه غير اللي احنا بنتكلمها؟ لا ما فيش لغه، انا حابه لغتك، واحنا حابينك لكل، انت لو تشوفي المكالمات اللي جايه لك كلها من بره، عشان حاسين بلغتك كاننا احنا عايشين في بيوتنا في مصر، عايشين في وسط اهلينا في مصر، انت رجعتيني للايام دي تاني. ان شاء الله يخليك. فاوعي تغيري لغتك دي، واحنا بنحبك قوي. الله يخليك. ايديك على اللي بتعمليه. ان شاء الله. تسلمي. تسلمي ايديك، وربنا يخلي لك بناتك ويديك الصحه ويجزيك خير على اللي بتعمليه. وده على فكره اقول لك على حاجه. اتفضلي. الشجره المثمره دايما هي اللي بتتحدث بك، دايما الشجره المثمره دايما هي اللي بتتحدث بك. الحمد لله، الحمد لله، احنا لا بنتحدث ولا حاجه، وكلامك ده يا ست الكل ليكي مني الف بوسه وبوسه. ربنا يديك الصحه ويبارك لك في بناتك. ان شاء الله. يديك الصحه والعافيه، ونسمع دايما سمع خير عن مصر، ويكفيك شر المرض انت وبناتك واولادك يا رب. الله يخليك يا ست الكل، ان شاء الله تسلمي. وانا بحييكي وانا اتشرفت بمعرفتك النهارده. تسلم ايديك، ان شاء الله اكون فضيله البرنامج زوجك ان شاء الله قبل كده. الله يخليك، وربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يديك الصحه تسلامي. والعافيه، وتسلم ايدك يا حبيبتي. ان شاء الله تسلمي، ان شاء الله تسلمي يا ست الكل. الله يخليكي، مع الف سلامه. مع السلامه. طبعا الست اللي قالت الكلام الجميل ده، وانا بعت لها 100 بوسه، انا ببعت كمان 100 بوسه للاستاذ محمد اللي قال لي غيري، واوعدك لو حاولت اغير مش هغير لغتي، لكن احنا دايما بنحب ان احنا نطلع مؤدبين وما نقولش حاجه تزعل حد، ونحترم الناس كلها، واوعدك ان احنا هنحاول ان احنا نغير
بس مش من لغتنا ولا من نفسنا، لان هي دي بساطتنا. هنرجع تاني الاكله بتاعتنا استاذ احمد بقى عشان الناس تشوفها كامله بوصفاتها. الرز زي ما شفتي يطلع معاك اللون ده، لازم تحطي الكاري مع المية وهي بتغلي لانه زي النشا، لو حطيتيه على طول مع الرز هيكلكع. وتحطي الملح والزيت وتحطي المقدار مظبوط. ابدأي الاول بمية قليلة، بعد كده ابدأي حطي المية مقدار اللي يريق يعني المظبوط، يعني غطي الرز بنص سنتي بس عشان يطلع مفلفل. الملوخية الناشفة زي ما قلت زي ما انتم شايفين، في ناس بتحب تحط لها سلق اخضر، في ناس تحب تحط لها كزبرة خضرة، في تعملها سادة زينا. طريقتها سهلة قوي، بتجيب الملوخية وتمسكيها تنظفيها من القش بتاعها والحاجة اللي فيها، وتروحي حطها في الشوربة، ولازم ما تخليشهاش خفيفة لان دي طبعا كل ما لازم يبقى لها عرق. وبعد ما بتاخد منك غلوة بتعملي لها الثوم بالكزبرة الناشفة وتحطيها عليها. طبعا عندنا الفراخ زي ما شفتي، بتجيبي ورك الفرخة عشان حبايبنا اللي عاوزين طريقة الفراخ، بتجيبي الورك وتروحي فتحها زي السندوتش كده على قد ما تقدري. لو قبلتك السكينة قبلتها العظمة فديها يا من فوق يا من تحت عشان ما تتخرمش منك من ناحية تانية. بتبتدي تحشيها بالجزر المبشور، الزبادي، البقدونس، التوابل، ملح، فلفل، كمون، بهارات، قرفة. بتبتدي تحشيها كويس قوي، ممكن تحطي خضار سوتيه لو حبيتي. وبتبتدي تحطيها في الصينيه ومعلقه صلصه، تعكي ده كله في بعضه مع الزبادي وكله، وتحطيها زي ما شفتي كده. واللي بيفيد لازم تديها طبقه من فوق وتدخليها الفرن تطلع معاكي زي المشويه كده بس بالخلطه، وطعمها بيبقى حلو قوي. معانا ام علي، دي بالملفي طبعا، دي بيبقى فيه ملفي جاهز بتشتريه وبتعمليها بالطريقه. لازم يكون اللبن دافي مش بيغلي، لسبب لان طبعا لو بيغلي هينزل يشرب كل اللبن ويعجنها، اما تيجي تاكليها مش هتلاقيها مورقه، فلازم اللبن يبقى دافي بس زي دمعه العين كده. بتحطيه وبتحليه بالسكر والفانيليا، وتحطي المكسرات اللي على كيفك وامكانياتك. لو حبيتي تحطي قشطه، تحطي كريمه لباني، تحطي سمنه بلدي زي ما تحبي حسب ما تحبي. دي معموله بالرقاق البلدي بتاعنا، بس الرقاق بتدخليه الفرن شويه يتحمص شويه عشان لما ينزل عليه اللبن ما يتلتش برده ويطلع منك مورق وتبقى برده مش معجن وتبقى جواه الورقه بورقتها. دي النهارده اكلتنا، ويا رب تعجبكم وجربوها وهتبقى عليكم حلوه قوي. الو الو الو، ازيك يا عم مرسي؟ ازيك يا ست الكل؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا ست غالية؟ اخبارك ايه؟ اخبار الشغل والمحل ايه؟ يا رب يكون ربنا موفقك. والله الحمد لله رب العالمين، انا ربنا وفقني بحب الناس ليا وبتواصلهم معايا، وانا بشكر قناه 25 وبشكرك انت في المقام الاول، وبشكر الاستاذ المحترم الاستاذ محمد جوهر الله يخليه على هذا العمل الاعلامي الجميل، ان هم يفتتحوا محل واحد بسيط زي حالاتي ويعملوا من عم مرسي حلواني الناس الغلابة دوت حاجة حلوة. وبشكر يا ست غالية جميع كل الناس اللي تواصلوا معايا من عن طريق البرنامج عندك، واللي شافوا النمرة من على التليفون، وقد ايه يا ست غالية انت غالية عند الناس كلها. الله يخليك يا عم مرسي. انت شعبيتك ما تقوليش بقى بتاعت امريكا بالبارك. الله يخليك، الله يكرمك يا عم مرسي. انت في يعني بص، احنا في المقام الاول عندنا الناس الشرفاء الطيبين اللي بيغيروا من نفسهم وعندهم امل، وبعدين زي حالاتي كده وزيك وزيك زي ناس كتير. وبعدين كان يومنا حلو قوي، وكانت الناس عندنا في البلد ناس محترمه وكانوا مقدريننا، ودي كانت احلى حاجه ان احنا ناس بسطاء، والحمد لله قدرنا ان احنا الناس تشوفنا بطريقه حلوه، وكانت ناس محترمه وعملوا معانا الواجب وزياده. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله، يعني انت قلت كلمه ان راس مالك الشرف والامانه، وده تاج يتحط على راسنا كلنا. ربنا يخليك، انا بحب اشكرك وبشكر كل الناس اللي جم شرفوني بلا استثناء، وبشكر ربنا سبحانه وتعالى ان كان يوميها كان في شويه مطر وجمال كده. الله يخليك يا عم مرسي. ربنا سبحانه وتعالى، انا نفسي اسمعك والله، بس للاسف البرنامج خلاص خلص. وقتنا خلص للاسف. حابب بس ابعت تهنئه بس لعائله المغربي جنبي وعلى جواز ابنهم محمد احمد. حاضر حاضر، الف مبروك، الف الف مبروك. انا لازم اقفل، معلش مع الف معلش مع الف سلامه. زي ما شفتوا النهارده
الو الو الو، خلاص وقتنا خلص، مفيش وقت الحقيقه نكلم حد، معلش اعذرونا. زي ما شفتوا هكلمكم بعد الحلقه اللي على التليفونات ما يقفلوش. زي ما شفتوا اكلتنا النهارده مش مكلفه ابدا. طبعا الفراخ حالها طلع شويه في العالي، مش هنقدر نكذب على الناس، الكيلو بتاعها بقى ب 17 جنيه بس الحمد لله تقدري تجيبي كيلو زي كده وتقضي الموضوع. وكل النهارده كده اكلتنا خفيفه وحلوه، يعني هنقول هتخش لنا مثلا في 30 جنيه، والنهارده الخميس يوم في الاسبوع هنبزر شويه. يا رب نكون خفاف عليكم وجربوا الاكله دي ومش هتندموا. واشوفكم الحلقه الجايه على خير، وندعي كلنا لمصر بالنصر، ودي دايما جملة أنا بقولها عشان دي مصر أمنا كلنا. وينصر يا رب الدول العربية وينصر كل حبايبنا. وأشوفكم الحلقة الجاية على خير، مع ألف سلامة. لو في الأقلة الشعبية برد الروح.